السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله الدرس الثالث من دورة القراءة، وهو بعنوان حركة الكسر. إي بي تي ثي جي حي خي دي ذي ري زي سي. عندنا حرف الألف إي، حرف الباء بي، حرف التاء تي، حرف الثاء ثي، حرف الجيم جي، حرف الحاء حي، حرف الخاء خي، حرف الدال دي، حرف الذال ذي، حرف الراء ري، حرف الزاي زي، حرف السين سي. أتمنى كل الطلاب يرددوا خلف المعلمة. إي 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 بي 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 تي 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 ثي 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 جي 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 حي 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 خي 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 دي 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 ذي 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 ري 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 زي 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 سي سي سي. والآن ننتقل إلى باقي الحروف. تي 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 ثي 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 جي 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 حي 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 خي 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 دي 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 ذي 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 تي 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 ثي 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 جي 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 حي 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 خي 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 دي 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 ذي 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 ري 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 زي 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 سي سي سي. والآن ننتقل إلى باقي الحروف. شي شي حرف الشين شي صي صي حرف الصاد صي ضي ضي حرف الضاد ضي طي طي حرف الطاء طي ضي ضي حرف الضاد ضي عي عي حرف العين عي غي غي حرف الغين غي في
في حرف الفاء في قي حرف القاف قي كي حرف الكاف كي لي حرف اللام لي مي حرف الميم ميم مي. أتمنى كل الطلاب يرددوا خلف المعلمة شي 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 صي 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 ضي 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 طي 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 ضي 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 عي 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 غي 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 في 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 قي 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 كي 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 لي 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 مي مي مي. والآن ننتقل إلى باقي الحروف. حرف النون ني حرف الهاء هي حرف الواو وي حرف الياء يي ني هي وي يي ني هي وي يي ني هي وي يي ني هي وي يي. أتمنى كل الطلاب يرددوا خلف المعلمة ني 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 هي 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 وي 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 يي يي يي. الآن نراجع الحروف كاملة. والآن نراجع مع بعض الحروف كاملة. حرف الألف إي حرف الباء بي حرف التاء تي حرف الثاء ثي حرف الجيم جي حرف الحاء حي حرف الخاء خي حرف الدال دي حرف الذال ذي حرف الراء ري حرف الزاء زي حرف السين سي حرف الشين شي حرف الصاد صي حرف الضاد ضي حرف الطاء طي حرف الظاء ضي حرف العين عي حرف الغين غي حرف الفاء في حرف القاف قي حرف الكاف كي حرف اللام لي حرف الميم مي حرف النون ني حرف الهاء هي حرف الواو وي إي بي تي ثي جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي طي عي غي في
قي كي لي مي ني هي وي يي. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في درس جديد بإذن الله مع كلمات حركة الكسر.